احلى مسا عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا النهارده في حلقه جديده مع الكلاب. الناس بتقول لي انت راجل كذا ما بتجيش، معلش بس ايه كنت تعبان شويه ما كنتش بنعرف نصور. ماما كانت بتصور بدالي. كنت تعبان ايه؟ كان عندك امتحانات. كنت عندي امتحانات. هتكدب على الناس. الله، كان عندك امتحانات يا كذاب. كنت عندي امتحانات، كانت ماما بتصور بدالي، وانا الحمد لله جيت بدالي من يوم السبت بيتهيألي، من يوم السبت جاي اخر النهار. يوم السبت داخل هنا المزرعه مخلص شغلي النهارده، بقى قلت هنعمل حلقه حلوه معاكم كده مع الدفعه. قلت لقيت الدفعه طالعه، قلت خلاص بقى ايه نصور لهم حلقه كده مع الدفعه، نشوف الناس بالنسبه انا بنوحشهم ولا هم في ايه. صح. الناس انا لقيت كذا حد مثلا بيقول فين ياسين فين ياسين فين ياسين، قلت له انا جيت اليوم. معانا ليلي دهب، الكلاب دي كلها لفه لهم حيدين ولا لا؟ ليلي دهب شقاوه مكرون روكي رعب. تبدا من مين ياسين؟ ازاي تعرف الكلب حايده؟ هنبدا انا النهارده حالتنا حلوه خالص، هنبدا من ليلي. ازاي نعرف الكلب حايده؟ ليلي قول سلم سلم سلم. تعال يلا سلم. يلا يلا يلا. الكلبه دي من غير ما افتح كده صلى على النبي حايده. طب ازاي عرفت منين؟ في نوجه دم في الارض. صلى على النبي حايده 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 هتغص تنضف حايده. تعال نبص على ده يا مثال الحال. قوم يا ده. مش حايد مش حايد. عرفت منين مش حايده على حشدك؟ قوم كلب حايده. طب الناس بتقول لي ده مهبله صغير. مهبله هيكبر لما تنضف خالص. يلا قوم. بس بقى بتخلع الحيد. طبعا بكر مش محتاج تشافي التلاته دول ديكوره. دول ديكوره. ايه في ايه؟ انت عشان حايده يعني هتتقمري حلم ولا ايه؟ انت عشان حايده هسلمك. دي دهب احسن منه. ما دهب كانت حايده يا ابني دهب. لا اخلع الحيد. وبعدين؟ تاكلوا مع بعض ليه؟ الحمد لله كان عامل الكلام الشيخ. ايه دي؟ كلبة دي. لا عارفين من امبارح. عارفين امبارح بس مش عارفين. لا حيد قالوا عارفين داخلة على حيد. طب تعرف ازاي ان الكلبة حايدة؟ لازم تقول للجمهور يلا نعرفه ازاي ان هي داخلة على حيد. بصوا هنمسك الكلبة كده. كلبة قاعدة لسه هتبدا تنضف. قوم. هنمسك الكلبة كده. كلبة. اهي. وجاي معدي ايدي منين؟ رفع الدلع لفوق. جاي معدي ايدي منين؟ من تحت. اه بصوا هي عملت ازاي؟ وجاي عامل ايه؟ ماسك الدلع ده كده ولفه ازاي؟ بص هي عامله ازاي اساسا؟ بص نلفه كده اهو. جاي عامله ازاي؟ وماسك ايدي دي كده ايدي. جاي ماسك عامل كده. ده عليها دم احمر. لا حايده امبارح كانت الكلاب دي عايزه تتجوزها لسه حايده النهارده الصبح. عليها دم. بصوا 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 كام الدلع. نمسك كده بصوا بس. وجاي شاف كلبي ابرد كلبي دي معلهاش دم. يبقى خلاص معلهاش دم لسه متجوز. مهبلها كبير ياسين معلهاش دم. لا يا حبيب قلبي يبقى لسه داخله على حيط. حيد مش ايه مش حايده. بص بص واقفه ازاي مفيش حاجه. الكلب الحايده بقى تلاقيها عماله تلف. الكلب اللي مش حايده بقى تلاقيها عماله تلف مش عايزه وكده. انت هتقف تمسكها كده. دي قدامها يا جماعه زي اربع ايام كده ولا حاجه، خمس ايام ست ايام سبع ايام هتقص قبل ما قبل ما تتجوز وتنضف. بص هتبات لي بره هنا كل يوم هتبات بره هنا عشان هنا حالتها ايه؟ طلع معاها ايه؟ عايز تتجوز؟ مكروه. بص مكروه شاوة شوشو ايه رأيك؟ ايوه ايوه ايوه. بص بص عايز اروح ليه؟ بص عايز اروح ليه؟ طبعا انت بتعمل ايه؟ تطلع ايه ايه ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ يلا تعال عايز ايه؟ بس بتقول لك تعالى. بص 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 بتقول لك تعالى. ايه ده بس؟ بتقول لك تعالى. بص طبعا يا جماعه حالتنا النهارده لما تحس ان كلبتك داخله على حيط اول حاجه بينزل عليها عفريزات بيضه
افرازات بيضاء او ميه صفراء بتنزل عليها، وبعد كده بعدها باسبوع او حسب هرمونات جسم الكلبه اسبوع او 10 ايام بينزل عليها نقط دم غامقه. بعد كده الغامقه دي بتبقى فاتحه، بعد كده بتبدا واحده واحده انها تثبت الدم معاها. ساعه ما نلاقي المهبل المنفوخ والدم لونه وردي بنتكل على الله ونشوف الذكر هيطلع ولا لا عليها. لو الذكر ما طلعش عليها بيبقى عليها دم، ما بينفعش ان هي تقف للذكر وهي عليها دم، لان الذكر ما يقدرش يقف يطلع على كلب حيضه وهي طول ما عليها دم. طول ما الكلبه منشفه خالص والمهبل بتاعها منفوخ وشغاله للجواز يبقى كده خلاص اصبح ان الذكر هيجنطط عليها في ساعتها بكل سهوله، من غير انت ما تساعده ومن غير هي ما تعمل اي حاجه، وبالذات لو كلبه فاهمه او ذكر فاهم خلاص يتسموا مع بعض يتجوزوا. متجوز كذا مره، ليه متجوز كذا مره؟ يعني الاثنين مش محتاجين ان احنا نتدخلوا، فاهمين؟ يعني لو انا تركتهم مع بعض البوكس هتلاقيهم في الدنيا يتجوزوا، بس ده هيقف متأنف شويه عشان هي مش جاهزه. اي كلب طول ما النساء حايده ومش جاهزه تلاقيه مش عايز يتجوزها. طبعا تلاقيه مش عايز يتجوزها. ده العريس يا جماعه بتاعنا، وفي عريس كمان ابيض اهو. احنا معانا ثلاث عرسان، عريس ده وعريس ده وابن وعيال كايلا الصغيرين لسه يعني بعد فتره. بس مستعجب عايزين في كل الزق. بص اللي يعرف دي ابن مين، ام مين، ابو مين، هديله جايزه. وفي اخر الفيديو انا اعرفكم مين دول.